على آفاق أنه مديرية التربية تأمل إلى الوصول إلى سامحيني سيد، أنا في الحق جتني وراحت كورونا. جيك هون أنا لازم العز. ومع هي النونجة الرابعة هذه ولقات التلقيح بالدراهم ب 100 مليون تجري. لكن الدولة كي شرات توفر الشعب ما عندهم فترة بركا الناس تو هذا مش مهيئ حتى نفسيا باش يدير الفاكسين. برو خلوه هي مات وش نكمل. بالصحة والهناء إن شاء الله والشفاء. إن شاء الله الشفاء للجميع. طبعا هذه الحملة جاءت في إطار الجهود الوطنية للحد من مخاطر وانتشار فيروس كورونا كوفيد 19. تعلمون إخوتي بأن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد يعني فيه بعض المؤشرات في الآونة الأخيرة تمثلت في تنامي الأعداد أو الزيادة يعني الطفيفة في الأعداد الإصابات. الاستجابة موجودة من طرف مستخدمي قطاع التربية الوطنية. بالنسبة للنسبة التي وصلنا إليها لليوم هي حوالي 70%، وأغلبها في فئة الأساتذة. الأساتذة منهم مجموعة لا بأس بها لقحوا، واليوم تم تلقيح الجرعة الثالثة. ننصح جميع الشعب الجزائري بالقيام بالفاكسان اللقاح ضد كورونا. الحمد لله الدولة موفرة جميع أنواع اللقاح، وننصح أولادنا وإخوتنا والجميع بالتباعد، بالالتزام بالبروتوكول الصحي، بالتباعد، بارتداء الكمامات، بالوقاية قبل العلاج كما يقولوا، الوقاية قبل العلاج.